ونكتبوها كيما درنا هي اشطر و او بليس وكاري اهل السي مو اشطر و او بليس. خاصكم تعرفوا بلي هاد السي اكبر بكثير من اشطر و او بليس. نلقاو اكبر منها بشي 10 المرات ولا 20 مره. اذا في هذه الحاله غناخذوا قيمه تقريبيه ان فالو ابروكسيماتيف ديال اشطر و او بليس على السي. ماشي اذا ما تقول عندي اشطر و او بليس وكاري كتساوي ك ا فوا سي. غادي نحيدو الكاري تولي اشطر و او بليس. نحيدو ندخلو هنايا اللوك موان لوك ديال اشطر و او بليس او كاري تساوي موان لوك ديال ك ا موان لوك ديال سي. مزيان. اذا هادي اش غتمثل ليا؟ هادي هي جوج ديال بي اش لان جوج موان لوك ديال اشطر و او بليس. وهذه هي البي كا ا وهذه هي اللوك ديال سي. مزيان. هذه دابا ضرب هنايا. اذا هذه هي جوج البي اش كتساوي البي كا ا موان لوك ديال سي. اذا البي اش كتساوي واحد على جوج بي كا ا موان لوك ديال سي. هذه قيمه تقريبيه تكون فالور ابروكسيماتيف باش غنعوضوها. وهذه اللي بغيتو تخدمو بها في الكونكورات فقط. 4.8 ناقص اللوغ ديال 10 ناقص 2 غتلقاوها هي 3.4. وبهذا ورينا الموجود ديال الطرق اللي بانت لكم خدمو بها. اذا اللي عجبك الشرح ديالو عجبك الطريقه بغيتي تشارك معايا في عرض تقوم بالنجاح باش توجد الامتحانات الوطنيه ولا المباريات ما عليك الا تواصل معايا على الرقم 0641 33 03 5 و 5.